بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا محي الزوار يا ابو علي، ما خاب من تمسك بكم، امن من لجا والتجا اليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز والله فوزا عظيما. أبا حسن تغضي وتلتذ بالكرام، وبالكف أمسى تستر الوجه زينب. الله أبا حسن تغضي وتلتذ بالكرام، بالكف أمسى تستر الوجه زينب. أبا حسن ترضى صفاياك في السبا، ونسوة حرب بالمقاصير تحجب وتلوي للين الفرش جنجا، وهذه بناتك فوق العيس للشايام تجلب، ويهنيك عيش والعقائل حسرون. يا الله إذا ما بكت بالأصبحية تغرب. عجبت ومن في الدهر سرح طرفه وفكر فيه لم يزل يتعجب، يزيد الخنا في دسته متقلب، ويمسي حسين في الثرى يتقلب، ويحمل منه الراس في الرمح جهرة، وفي التاج رأس من الدعية يعصب، ويمسي ثلاثا عاريا ويزيدها على جسمه يغدو الدم قسول مذهب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب،
ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هاي التقوى حلالك مشاكل. تبي الله يسوي لك مخرج من كربات الدنيا اتق الله. في تفسير هاي الآية الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كربات الدنيا. احنا شقد عندنا مشاكل في الدنيا، مشاكل سياسية، مشاكل اقتصادية، مشاكل عائلية، مشاكل اشكال صحية هم كذلك، مشاكل صحية عندنا. تبي الله يطلعك من هالمشاكل خير يصير عندك تقوى، يصير عندك تقوى تنحل كل المشاكل. تقوى ماكو، خوف الله ماكو، خوف من جهنم ماكو، لا تضيف المشاكل. أي الله يقول في القرآن: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذا واحد يعرض عن ذكر الله يعني شو يعني تقوى ما عنه؟ يجعل له مخرجا. الإمام الصادق يقول يجعل له مخرجا من كربات الدنيا. يوسف الصديق شنو كان؟ أخذ على أنه عبد، أخذ على أنه خادم في قصر، صحيح يا مصطفى؟ بيع بدراهم معدودة، انطلق من غيابة الجرب، لا فلوس عنده، لا مناصب عنده، كل شيء صفر اليدين، بيع، بيع على أنه عبد، بعد أكثر من كذي، باعوا وكانوا فيه من الزاهدين، وشروه بثمن بخس، أي إنا لله راجعون، راح القصر، واتعرفت عليه المرأة، تعرفت عليه نظام الحكم، أعجبوا بجمال يوسف. شوي شوي تطورت العلاقة، هي عندها زوجة الحين المرأة، استحي من الله، استحي من زوجك، استحي من العرف، لا، وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. اختلت وياه، دعت للحرام، دعت للرذيلة، دعت للسقوط، دعت للانحطاط الأخلاقي. خاف الله لو ما خاف، اتقى الله لو ما اتقى. قال لا، الله يشوفني، الله يراني، صحيح لو مو صحيح؟ أنا أعبد الله، أعبد الله. شو يقول الإمام الحسين سلام الله عليه؟ خوش دعاء: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك، وأسعدني بتقواك. تب السعادة في التقوى، وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بنشطي لمعاصيك، وخر لي في قضائك، وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تأخير ما عجلت، ولا تعجيل ما أخرت، واجعل كناية في نفسي، ومتعني بسمعي وبصري، واجعلهما الوارثين مني، وانصرني على من ظلمني، وأرني في قدرتك بفضلك يا زين. أقول: وأسعدني بتقواك، ولا تشقني بنشطي لمعاصيك. إذا الإنسان عمل معصية يعني بدأ الشقاء، بدأ التعاسة. هذا قلبه، الإنسان من يسوي معصية يصير ظلمة في القلب. من يصير ظلمة في القلب بعد الموازين تنعكس، يشوف الشر خير والخير شر، يشوف المعروف منكر والمنكر معروف، واضح لو لا؟ تشوف السفور تحضر، السفور حرارة، السفور مواكبة للعصر، واضح يا واضح؟ شوية شوية تنخلق عن المبادئ، شوية شوية تروح، بس معصية بسيطة، تشوف فيلم إباحي، نظرة لامرأة أجنبية، هذه كلها عوامل تسود القلب من الداخل. لا تستخف بالمعصية، المعصية تدمر الإنسان. زين، فعقروها، اللي عقرها واحد
إلا عقل الناقة شخص، إلا ذبح الناقة واحد، بس الله عمل البلاء على الجميع. ليش؟ لأن داهن وللمعاصي. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. واضح الأمور. فالذنوب خطر الذنوب. شوف سبب التعاسة ذنوب. تشد تقول في دعاكم إيه؟ اللهم اغفر لي الذنوب التي تحتك العصا. هذا واحد. اثنين، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. ثلاثة، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. هذه خمس آثار للذنوب. في دعاء بعد لزي العابدين ليلة الجمعة يقرأ يضيف، اللهم اغفر لي الذنوب التي تجلب الشقاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تعجل الفناء. يعني بسرعة يندصف عمل الإنسان بسرعة. اللهم اغفر لي الذنوب التي تظلم الهواء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تورث السقم. المرض هذه الأمراض على أثر الذنوب. اللهم اغفر لي الذنوب التي تورث الندم. آثار كل ذنوب. إذا واحد ما يتقي الله وما يترك المعصية يتخبط في كل شيء يتخبط. المهم هذا اختلت وياه، دعت للمعصية وسوت. ليش سوت؟ خلت المرايا على الجدران، يعني وين ما يبي يطالع ينظر يعني يشوفها. واضح لو لا؟ حاصرت تم حاصر. والغرفة اللي خلتها فيه خليتها داخل الغرف بحيث سبع أبواب لازم يخترقها حتى يطلع. واضح لو واضح؟ يعني دخلتها في صالون، في صالة، بعدين صالة، بعدين صالة، بعدين صالة، سبع صالات هي في الصالة السابعة، الغرفة السابعة. شوف مكر المرأة إذا تم مشكلة. مو كلهم طبعا، بس البعض منهم. إنك إذا كنا عظيم. المهم ما قدر، فهمت به وهم بها، هم بها ضربا، يعني أراد يبعدها، مو أنه تحركت عند الغريزة الجنسية وراد. لا لا، مو هذا المعنى. زين، ومو بس هي عرضت نفسها، كل اللي في القصر هم عرضوا نفسهم عليه. مو بس هي ترى، لا بعد ذولاك البقية لما سوت لهم ذيك المسرحية واعتدت لهن متكئين عدلولا وقالت اخرج، وهم لاموها شلون حبيتينا وعشقتينا ولاموها. تلوموني الحين شوف لسوا فيكم. ودعتهم واعتدت لهن متكئين فقالت اخرج عليهم، فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاشا لله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك. بس عرضوا أنفسهم عليه وهو تأذى من عندهم، ولهذا استعان بالله قال ربي لولا تصرف عني كيدهم شنو أصبوا لي. يعني تقول يا رب تعيني على أن شنو يعني دولة أبتعد عنهم. هذا إنسان دائما يكون يستعين بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نستعين على هالعبادة. إياك نعبد مو شيء بسيط، إياك نعبد يعني إياك نطيع. هذه العبادة تحتاج إلى عالم من الله. أنت تبي تقوم لصلاة الصبح الآن في الوقت المناسب، في وقت الصلاة، محافظة على أوقات الصلاة تحتاج إلى مجاهدة. عندك زبون معاملة بمليون دينار والله أكبر، يقول تفضل شنو؟ تبقى في الدكان وتنجز المليون دينار المعاملة لو تروح تصلي؟ أي واحد لك امتحان ذي امتحان ذي. إذا فضلت المليون دينار يعني تعبت للدينار، بتقول صلاة لاحقين عليها فيها وقت موسع، بس ده المليون نقد ما أقدر أفرط فيه. يعني تلاحظ والحال إن الله هو اللي يسوق الرزق. واضح له في تاجر في طهران كان يبيع عيش، هذا رز، وملتزم بأوقات الصلاة. يلي شخص قال يريد 1000 طن عيش، وصاح الله أكبر، قال لي حمابي يعني صاح الله أكبر وأصلي. 1000 طن فلوس قوية يعني. قال لي أنا ملتزم بوقت الصلاة.
هو الرزاق ذو القوة المتين. ألف طن وشو الفلوس عدل ألف طن راح للصلاة صلى ورجع للدكان زين جلي زبون قال له عيد 20,000 طن الله هو الرزاق بس من عنده عقيدة من عنده يقين يقيننا ضعيفة فالمهم عرض عنه قال له حرام ما سوي وهذا امتحان انت شباب في الجامعة اختلاط بين الجنسين في الشغل في البنك في كل مكان اختلاط موجود حتى في رحلات الحج في نوع من الاختلاط عينك تضبطها يا ولا الحوار مع المرأة خاضع للاحتشام والحياة والعفة يا ولا وتفضل على النساء بالحياة والعفة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة أما إذا صار اختلاط غير محتشم مشكلة هذه مقدمات الفساد اتق الله والله أعانه نتيجة التقوى شنو دي؟ شنو صار؟ صار ملك مصر هذا اللي معاد سيطر على البلاد كلها وعنده خبرة في الاقتصاد وفي تأويل أحاديث وراح سجن سجنته المرأة قال لي إذا ما تسوي اللي أريده لا أسجننك قال ما علي ربي السجن أحب إلي مما يدعونني أروح سجن ولا أسوي معصية وراح السجن وسوى لي قاعدة جماهيرية هناك كسب لنا في السجن وقام يطعمهم ويحسن إليهم ويفرج عنهم وحبوه حبوه إلى أن صارت الأحداث وشاف الرؤيا الملك شاف رؤيا وقرأ التفسير هل متعرفون القصة المهم هذا انطلق من غيابة الجو انطلق لا شيء عنده بس عنده تقوى وفي الأخير قرر إنه من يتقي ويصبر هي هذه يو لأخوان اللي ذبوه بالبير يو يستجدون من عنده هذا اللي ما عدل شوف الله يفيد الفلك يدور تمام ولا بالأخير التقوى هي خليته حاكم وملك وتقوى الله سوى لي فرج ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كربات الدنيا هو تقوى معكم احنا بالأخير ما نقدر يقول الإمام الصادق سلام الله عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كربات الدنيا ويجعل له مخرجا من سكرات الموت يعني بعد ورانا سكرات موت صحيح وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد سكرة الموت جاي وانت ما تدري متى بتموت فأي لحظة توقع الموت فأي لحظة جلطة دماغية خلاص تنتهي السالفة جلطة في القلب تنتهي فأنت لازم تكون على استعداد وأهبة كاملة للموت لاحظ شلون فسكرات الموت وايد صعبة يعني أنت في حالة احتضار سكرات الموت هي هموم وغموم ترد على القلب تضغط على القلب أول غم غم الانفصال عن الأموال التي جمع الإنسان شاب عندي في البنك 1,000,000 دينار 10,000,000 دينار هاي العمارات تعبت عليها شقيت عليها تأذيت عليها الحين بلحظة انفصل عنها وهذا صعب الحين سيارتك برا يعني سيارة برا بيشترينها جديدة إذا تطلع وتشوف فيها شمخ خطوط هالشكل الجيران مسوين تنزعج من مسوي هالشكل دول مو اوادم دول كذا دول هذا لا شبخ بسيط يعني خطوط جاية وانكسرت النافذة ايش قد تتعصب بعد لا معني شو بعد اموالك كلها راحت مرة واحدة هي غم الانفصال عن هاي الاموال هذا غم يرد على القلب انا شفت رواية إن الإنسان ممكن يصبر على موت الولد بس ما يصبر على اللي تسلب إذا تتسلب أمواله ما يصبر إذا تسلب أمواله
تسلب أمواله بحيث خليه فقير ما يصبر على الحالة، يصبر على موت الولد ما عليه، هذه وفاة وراح للرفيق الأعلى. بس تسلبك سلب تاخذ أمواله وتخليه بفاقة لا ما يتحمل، وهذا صعب عليه. الفقر سواد الوجه في الدارين للرواية. غم الانفصال عن الأموال هذا غم. بعدين تنظر إلى هاي الزوجة إلى الأولاد، غم الانفصال عن هاي الأهل والأحبة مشكلة. الموت صعب على الفتاة، مفارقة الأحباب والله أصعب. وإذا أنت ما مجرب الحب، أنا أعرف ناس مجربين الحب، إذا يفارق المحبوب ماله وايد أذى، يعيش وحشة، يعيش ظلمة، أذية. بعدين يجيك غم هاي الأموال جمعتها، أنت جامعينها من حلال من حرام، هذا عليك تبعات، عليك ديون، هل مطلع أنت الحقوق الشرعية من هاي الأموال ولا؟ هذا مشكلة. إذا ما مطلع الحقوق الشرعية وعليك تبعاتها مشكلة، من بصفي هالأمور هذه؟ بعدين أثناء الاحتضار ينعقد اللسان، ما تقدر حتى توصي، اللسان ينعقد، فتبي توصي، تبي تقول، تبي تتكلم، ما تقدر تتكلم، وهي صعبة يعني، ما تقدر تعبر عن مشاعرك، هذا مشكلة. بعدين يجي غم، أنا بروح وين؟ وين بودوني؟ وين بيأخذوني؟ إلى قبر، أنا سامع عن وحشة القبر وظلمة القبر. ليليا الإمام الصادق، ليليا الإمام الصادق يقول اللهم أعني على سكر، اللهم بارك لي في الموت. الإمام الصادق ليليا يقول اللهم بارك لي في الموت، اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على غم القبر، اللهم أعني على وحشة القبر، اللهم أعني على ضيق القبر، اللهم زوجني من الحور العين، اللهم أعني على هول المطلع، وأوسع علي في ضيق المضجع، وارزقني خير ما قبل الموت وخير ما بعد الموت. هذا إمام معصوم يقول اللهم أعني على غم القبر. أنا وياك شنو؟ ما هي مشكلة، هذه كلها ضغوط تجي على الواحد. يعني هذا المحتضر شلون توصفه؟ قاعد يعيش هم، قلق نفسي، توتر أعصاب، ما يدري يسوي. فهاي من اللي ينجيك من هالهموم وهالغموم؟ التقوى. إذا واحد عنده تقوى هذه كلها تزول عنه، يصير أصلا فرح بالموت. بالعكس الموت تحفة المؤمن في الرواية. الموت تحفة المؤمن. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. صحيح وصحيح، يصير الموت سعادة بالنسبة لي، مو مجرد جحيم، لا. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، يعني بسبب ذنوبه. فإذا واحد يبي ودونه محكمة وعنده ذنوب وجرائم، هذا شلون بين نفسي يروح؟ مشكلة. بعدين ملك الموت هذا شلون بيقبض روحه؟ عندنا في الروايات ملك الموت يأتي لقبض روح الكافر. الإمام علي كان قاعد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يحكي هاي الرواية، يقول يأتي ملك الموت بسفود من نار، هذا حديدة اللي يشمون عليها، أي هذا سفود، يجيب حديدة من نار فيقبض بها روح الكافر فتضج جهنم. جهنم الضج من العملية. يقول إمام علي كان عالم وجع زين، فقال لرسول الله أعد علي الحديث هذا، فلقد أنساني وجعي جدا. بعدين سأله يا رسول الله هل يصيب أحد ذلك من أمتك؟ يعني هل هذه ملك الموت يأتي بسفود من نار ويقبض روح، هل ما
بس للكافر مختصر وفي بعد من الأمة، قال له من أمتي أنا موجود. ثلاثة، حاكم جائر يصيب مالس، حاكم جائر وشاهد الزور وآكل مال اليتيم ظلما. حاكم جائر هذا يصير دس، حاكم جائر مو بس الحاكم السياسي حاكم جائر، لا، انت في البيت عندك زوجتين وما تعدل بين الزوجتين هم حاكم جائر، والله عندك اولاد وما تعاملهم بانصاف وعداله بعد حاكم جائر، قاعد في شركه اداريه وعندك موظفين وما تحكم بينهم بالعدل بعد حاكم جائر، والحاكم الجائر بس مو خاصه للسياسيين، لا، عندك انت في البيت نفترض يعني ابل او غنم او افقار، هذول لهم حقوق، اذا ما ترى حقوقهم بعد حاكم جائر، يقول يجعل له مخرجا من سكرات الموت ويجعل له مخرجا من أهوال يوم القيامة. يا الله، أهوال يوم القيامة بعد يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الواحد شوي يفكر يوم القيامة عندي زاد روح ولا. يقول ويجعل له مخرجا من الفتن ونورا من الظلم. كثير من الفتن هنا عندنا موجودة، إذا الواحد عنده تقوى الله يطلع من هالفتن دي، لكن إذا ما عنده تقوى مشكلة، هاي التقوى حلالت مشاكل. تقوى يعني شنو؟ الإمام الصادق سلام الله عليه يقول ألا يراك الله حيثما نهاك وألا يفقدك حيثما أمرك، يعني واحد يتعرف على الواجبات ويأديها ويتعرف على المحرمات ويتركها. الإمام عليه السلام الله عليه يقول إن الله افترض عليكم فرائض فلا تضيعوها وحرم عليكم أشياء فلا تنتهكوها وحد لكم حدودا فلا تعتدوها وسكت لكم عن أشياء فلا تتكلفوها. خلاص أنت الواجبات الفرائض سوي. سئل الإمام عليه السلام الله عليه ما الاستعداد للموت؟ أنت وراك موت لازم تستعد للموت. فقال الاستعداد للموت أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم. الله، إذا جاك الموت وانت في حاله لا يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموت أم وقع الموت عليه، إنه ليستأنس بالموت كما يستأنس الطفل بمحارم أمه. تقوى موجودة، تبي الله يسر أمورك في الدنيا. الله يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هذه آية. أكو آية ثانية، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى يعني أعطى الطاعة واتقى المعصية، تبع الله يكفر عن ذنوبك، اللهم كفر عنا سيئاتنا، الله يقول سعيد عندك تقوى يكفر عنك. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تبع الله يغفر لك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، الله يقول اتق الله أنا أغفر لك ذنوبك وأصلح لك أعمالك. صلاح العمل وغفران الذنوب مربوط بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، شنو النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. غفران الذنوب، صلاح العمل، قبول الأعمال، أنت تعمل صلاة صوم
تعزية، زيارة عاشوراء، كل الأعمال، مو تتوقع القبول؟ مو تقول الله يتقبل إن شاء الله؟ الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. تقوى إذا فيه الله يتقبل. شوف قدم قربانا، أهابيل قدم قربان، قابيل هم قدم قربان، فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. شنو السبب؟ قال لي إنما يتقبل الله من المتقين، كأن الطرف ما عنده تقوى. تبي تروح الجنة لازم تقوى. إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. تبي تخلص من النار بعد يقولك تقوى. شنو الآية تقول؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. يعني وارد جهنم، يعني تمر على جهنم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فتبي تنجو من النار يحتاج لك تقوى، تبي تروح الجنة يبلك تقوى، تبي تخلص من كربات الدنيا يبلك تقوى، تبي تخلص من سكرات الموت يبلك تقوى، تبي الله ييسر أمورك يبلك تقوى، الله يغفر ذنوبك يبلك تقوى، يكفر عن سيئاتك، تبي الله ينصرك ويأيدك بعد يبلك تقوى. إن الله مع الذين اتقوا، هذا الغرض. إن الله مع المتقين، هاي المعية يعني معية تأييد ونصرة. هاي تبي دنيا وآخرة يكون عندك تقوى. تقوى إن تعرف شنو واجباتك وتأديها، شنو المحرمات وتتركها. هو شنو يعرف الواجبات؟ رسالة عملية. واحد يشتري الفقهاء العدول علماء أسألهم شنو واجباتي؟ شنو المحرمات؟ في كل شغلة في تجارة عندنا في الحديث التاجر فاجر ما لم يتفقه. كثير معاملات واحد ما يعرف أحكامه يقع في الحرام ويأكل حرام. ليش؟ لأنه ما يعرف أحكام المعاملة. واضح؟ يتعرف على الأحكام يأكل ربا والعياذ بالله. إلا يأكل ربا شو يقول عنه الله؟ يقول فأذنوا بحرب من الله ورسوله. صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثانية بارك الله فيك. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثالثة بقى على أصواتك. اللهم صل على الإنسان يتدرج عاد في التقوى. أنت أديت الواجبات. الواجبات إذا تريد تأديها، تحن عليك صلاة. تعرف الصلاة كم حكم فيها؟ فيها 4000 حكم. بس لازم تعرف شنو الأحكام هذه، ولا تطلع الصلاة بعد باب. الوضوء مقدم للصلاة. إذا ما تتقن الوضوء صلاتك ما تبقى. فلازم يصير عندك برنامج للتفقه في الدين، سمى تحت عنوان التثقيف الذاتي. تثقيف ذاتي، تفقه في الدين شامل للأحكام. لازم أعرف المسائل الشرعية التي مبتلى، التي هي مورد ابتلاء. روح خذ لك رسالة فقهية. رسالة فقهية ترى المتن مالها بعض الأوقات صعب، مو شيء بسيط تفهم المتن الفقهي. يعني تعقل من هذا الصالحين، من هذا الصالحين المتن مالي اللغة، لغة الأدب اللي فيه لغة راقية، ترى مو كل واحد يفهمه. فلازم أنت تستعين بالعالم حتى يشرح لك العبارة. واضح للواضح. فلا بد من الرجوع لعالم حتى يبصرك في القضايا الفقهية. هذا شيء مهم. سولك برنامج تثقيف ذاتي واطلع على الأحكام واعمل بها. حتى بالنسبة إلى بعض الفرائض أكو فيها آداب وسنن. واحد زين راعي الآداب والسنن في أداء بعض الفرائض، هذا هم من التقوى.
التقوى مراحل، مرحلة أن تؤدي الواجبات وترك المحرمات، المرحلة الثانية أن تؤدي المستحبات وتترك المكروهات. واضح لهم بعض العلماء ما يأكل جبن في النهار، مكروه أكل الجبن، عندنا في الرواية يورث النسيان، فمستحب واحد يأكله مع الجوز. زين، الجبن داء ومع الجوز دواء، كل وايد هذا في النهار. في الليل لو تبي تاكل جبن خالي ماكو اشكال، بس في النهار. فبعض بعض العلماء يقول لك لا، انا لازم اكل اي جوز، يا اخي قبل مثقال جوز وياكله، كلش يعني مقيد بهالقضايا دي، جدا يراعي المستحبات. هذه تطور الانسان، مستحبات. الحين في الصلاه يستحب التطيب في الصلاة، يستحب واحد يلبس ملابس بيض في الصلاة، التختم بعقيق مثلا، هذه كلها مؤثرات. وزين انت تفهم شنو آداب الصلاة، يعني تقول الله أكبر هاي 7 مرات، الله أكبر الله أكبر، وفي الأخير تخلي تكبيرة الإحرام الله أكبر، ايش معناته الله أكبر؟ لازم تعرف تأويل الصلاة. الإمام عليه السلام العالمين يقول من لم يعلم تأويل صلاته فصلاته خداج، يعني ناقصة. لازم تعرف فلسفة حركات الصلاة. أنا عندي 3-4 محاضرات في الصلاة، الموقع موجودة، ألقيتها في هولندا، سبحان الله. يعني حتى لما شرحت الصلاة لهم 3 محاضرات، جوني جماعة من بعد ما خلصت المحاضرات هذه، طبعا قالوا احنا شيخنا يعني مو ملتزمينهم، ناس يعني غير وادي، بس يحبون يحضرون مجالس الحسين. الحسين في جاذبية غريبة، يعني يجذب الكل، الكل يحضر للحسين، المنافق والكذاب والأحمق والمؤمن والمنحرف، الكل يحضر. في هولندا في أمستردام أنا كنت أقرأ، الكل يجي، وأشكال ورنام الراسم، شعر ما رأسه موديل هالشكل، ومن حالق كذا، أشكال ورنام يحضرون المجلس. 3 محاضرات عن الصلاة، بيّن تأويل الصلاة. بقول لكم بعض ذكرت أنا شو طبعنا عليكم، لكن بس زين. من بعد ما خلصنا يوني 3 الشباب قالوا شيخنا إحنا ما نصلي، شيعة موالين يعني، والشيعة هم درجات، اكو فيهم موالين اكو فيهم شيعة واقعيين. قالوا بس من شفنا شرحك للصلاة حبينا الصلاة، احببنا الصلاة. زين، فقمنا نصلي وارتحنا نفسيا، حلت لنا مشاكل الحمد لله. لازم تعرف تأويل الصلاة. عن الله اكبر ايش معناته؟ الإمام علي يشرح، خوش عنده رواية يشرح تأويل الصلاة. الله أكبر الأولى من أن يوصف بجسم، هذه أنت تستشعرها، اخطرها في قلبك. الثاني الله أكبر من حركة أو جمود أو قيام أو قعود. الله أكبر من حركة أو جمود أو قيام أو قعود. الثالثة الله أكبر، الله أكبر من أن يحل في شيء أو يحله شيء. شو إيش معناته؟ الله أكبر. الرابعة الله أكبر من أن يحس أو يجس أو يمس. زين، بالحواس الخمس. الله أكبر من أن تعترضه الأمراض، ويعني يخليك بعالم آخر. مثلا السجود، لما تسجد تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده في السجدة الأولى. الإمام علي يقول اخطر في قلبك ده المعنى. شوف، هذا من أحد العوامل اللي تخليك تركز في الصلاة وتلتهب بالصلاة، هذا التأويل. لما تخلي رأسك على التربة تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، تقول في قلبك وانت تقول ذي الكلمة إلهي من التراب خلقتني،
لما تستشعر ده المعنى وانت راسك على التربة تقول سبحان ربي العلى وحمده، وتقول في نفسك إلهي من التراب خلقتني. اي وبعدين هم مستحب تكرر التسبيح سبحان ربي العلى وحمده. افكر ليش قلت سبحان ربي العلى وحمده؟ ليش قلت سبحان؟ انا قلت سبحان للتعجب، اعددت لكل هول لا اله الا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل عجوبة سبحان الله. انت تقول في نفسك وانت في السجن، وانت في السجن قول لنفسك الهي شلون طلعت من تراب؟ هذا يبعث على التعجب لو ما يبعث على التعجب؟ فتقول سبحان ربي اللي طلعني انا بهالانف اللطيف والعين اللطيفه، شلون طلعني من تراب؟ شيء غريب نعم. سبحان ربي الاعلى، ليش قلت ربي بعد سبحانه؟ يعني الله ما خلقك وترك، لا قام ينميك، ربي من التربيه من النمو. إلهي في 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 مناجات الحزين ما الشكل ما زلت أتعرف منك، تنميني بالنعم هالشكل كل وايد ما أتذكر، يعني أنت ما زلت شنو تعطيني النعم؟ يوميا أشوف نعم، يوميا أشوف نعم. زين في دعاء شو اسمه، إلهي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلايا قلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته. هذه مو نعم. ما زلت أتعرف منك الحسنى، الشكل تغذيني بالنعم صباحا ومساء. يعني انت سويتني خلقتني جنين، بس هل نقلتني من مراحل نطفه علقه مضغه كسوت العظام لحمه، طلعتني من بطن امي، سويت لي لبن في ثدي الام، واضح؟ خليتني انمو، مو بس خلقتني وتركتني، لا لا لا. العنايه الالهيه سبحان ربي الاعلى، ليش تقول الاعلى؟ انت لما تعجب بالله تبي توصف الله، الله يقول لك أنا أعلى من الوصف، أعلى من العقل، وصفني بس أنا أعلى، إيش ما توصف ما تلاحق. ظلت فيك الصفات وتفسخت دونك النعود، فلك العلو الأعلى فوق كل عال والجلال الأمجد فوق كل جلال. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ليش بحمده؟ أنت لما تعرف بأن الله أعطاك هاي النعم لازم تشكر النعمة، صحيح؟ يجب شكر النعمة لو ما يجب؟ يجب شكر النعمة، ولهذا أنت لازم في أعمالك كلها تكون شاكر، أصلاً تعمل شكر، كل ما تعمل من باب الشكر لله، لأن الله هو المتن عليك بالوجود، ولا أعطاك الوجود، ها؟ شو تقول الآية؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل شنو؟ إما شاكرا وإما كفورا. فلازم تشكر أنت. اعملوا آل داود شكرا. الشكر شنو؟ ان توظف النعمه في طاعه الله. يعني العين هذه يجب ان توظف في طاعه الله، اليد توظف في طاعه الله، الرجل توظف في المال، الصحه، الشباب كله يوظف في طاعه الله. اذا وظفت في طاعه الله شكرت الله عز وجل. واعملوا آل داود شنو؟ شكرا. هذه السجده الاولى. ولما تروح للسجدة الثانية تقول إلهي وإلى التراب تعيدني، يعني وراك موت. فإذا وراك موت شنو لازم تفكر في وحشة القاب، ظلمة القاب، ضيق القاب، صحيح مو صحيح؟ هذا يخلق عندك وازع ديني بعد، بس المعاصي وراك حساب كتاب في القبر. إلهي وإلى التراب تعيدني. ومن تخلص من السجدة الثانية بتقوم توحي في نفسك، تخطر في قلبك إلهي ومن التراب تخرجني إلى يوم القيامة.
شو تقول آية؟ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يعني فلسفة الوجود، المبدأ والوجود فرق. أنت لما تشعر بهالمعنى ما تتملل من الصلاة، تحب الصلاة، تذكرت الصلاة بأصل المنشأ. وين رايح؟ رايح لولا هذه. قد لطيف الإمام علي يفسر الصلاة. فإذا واحد راح ولا هالأجواء شوي ينضج يتكامل. إلهي من التراب خلقتني. تقول في الهالة حين ذكرت وانت في السجدة على السجدة سبحان ربي الأعلى وبحمده، إلهي من التراب خلقتني. من تقوم تقول إلهي ومن التراب أخرجتني. هناك في وانت جبهتك على السجدة تقول إلهي من التراب خلقتني. من تقوم تقول إلهي من التراب أخرجتني. واضح كلش لطيف. انت لما تنسجم في الصلاة بهالمعنى، الصلاة هني تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لما أنت في السجدة الثانية تقول إلهي إلى التراب تعيدني، يعني وراك حساب كتاب، فلازم تضبط نفسك. ما تسوي معاصي، ما تسوي ذنوب. صارت إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صار أمن في المجتمع. الحسين سلام الله عليه، شفت رواية كان لا يمل من التسبيح. يعني لما يضع جبهته على الأرض سبحان ربي الأعلى وبحمده، كم مرة يقول أحصيت عليه 360 مرة يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده. يعني في العبادات عندهم منطلقين، أعبد الناس هم وأكرم الناس بعدهم. يعني مو يقول بس عبادة، لا، يهتم في الناس، في مشاكل الناس، في حل مشاكل الناس. أي محتاج يجي للحسين يقضي حوائجه. أي لم يخب الآن من رجاك ومن حرك من دون بابك الحلق. أنت جواد وأنت معتمد، أبوك قد كان قاتل الفسق. لولا الذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبق. الإمام الحسين قال للقنبر الخادم ماله، قال ايش قد عندنا من مال الحجاز؟ قال عندنا 4000 دينار. قال ائتها به ولفها في برد وأعطاها إياه من وراء الباب حتى لا يشعر الطرف بالمهانة والذلة. قال لي خذها وإني إليك معتذر، واعلم بأني عليك ذو شفقة. لو كان في سيرنا الغداة عصا، يعني لو كان عند الحكومة والسلطة، لو كان في سيرنا الغداة عصا كانت سمانا عليك مندفقة، لكن غيب الزمان ذو غير، واعلم بأن يدي قليلة النفقة. فبكى الأعرابي. قال لماذا تبكي؟ هل استقللت عطاءنا؟ أعطاه 4000 دينار، احنا أثبتنا أن الدينار يساوي خروف واحد، يعني 4000 خروف أعطاه. زين، وإذا تبي تعادلها بالدينار الكويتي، الدينار ذهب ذاك اليوم الآن يعادل 40 دينار. فأربعين في 4000 كم يطلع؟ ها؟ أربعين عندك صفر يطلع ثانا عملك 160,000 دينار كويتي. عطاء، يعني عطاء يغلي، عطاء رأسمال. فبكى الأعرابي قال لي هل استقللت عطاءنا؟ قال لا، ولكن أبكي كيف يأكل التراب وجودك. زين العابدين سلام الله عليه لما جلي دفن الأسجان، يقولون بني أسد وجدوا على ظهر الإمام الحسين أثر جرح ليس هو طعنة رمح أو ضربة سيف. فسألوا من زين العابدين، قال هذا أثر الجراب الذي يحمله على ظهر الله. سلام الله عليك يا أبا عبد الله.
لهفي لجسمك في الصعيد مجردا عريان تكسوه الدماء والثياب ترب الجبين وعين كل موحد ودت لجسمك لو تكون تراب. جاء زين العابدين بني اسد مبهوتين متحيرين ما ادري شو يسوون يبون يدفنون الاجساد لوس ماكو القوم قد فرق بين رؤوسهم واجسادهم يعرف اذا يدفنون الجسد ما يعرفون هذا لمين فظلوا متحيرين مبهوتين الى ان جاء زين العابدين واخبرهم بانه جاء لمواراه هذه الاجساد من شاف الحسين بتلك الحاله يقولون اعتنق الحسين هو من طلع ما اعتنق الحسين شاف الحسين من على ظهر الناقه بس هالمره لا شاف القضيه بشكل واضح يقولون اعتنق جثمان الحسين اعتنق الجثمان وقال علي بحصيره لكي أجمع أوصال الحسين المقطعة بعد عينك لحرم لذة العيش ومن بعدك يبو السجاد ما عيش بجنب النهر ضايا بتنذبح ليش يا ريت الماي بعدك لا حلو ما يقولون شوية بحث في التراب وإذا يرى قبرا محفورا وضريحا مشقوقا يقولون أنزل الجسد إلى مستودع القبر بني أسد يقولون طول شوية طول مكث في القبر فرأينا وقد وضع خده على مرحل الحسين وهو يقول طوبى لأرض تضمنت جسد كالطائر أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقا أما حزني فسرت يا بويا الروح كل احنا فداياك خدنا للقبر يا حسين وياك اما حزني فسرمت واما الليل فمسهل الى ان يختار الله لي دارك التي انت بها مقيم وإذا بصوت من نحر الحسين هذه كرامة للحسين لا تستغرب الحسين حي يرزقها قال له بني علي واسد رضيعي إلى صدري ويقف الخل على صدري وبرفج خل نحر على نحري تدري يا ابو يا ببيت نار السهم بقلب تشري ومعان قال لي هدرك صبري يقولون جاب الطفل الرضيع الطفل طبعا بلا راس لان قطع وحتى راس الطفل الرضيع ومصيبتان جاء به ووضعه على صدر الحسين يقولون بني اسد راينا يبحث عن شيء ها دققنا النظر وإذا به إصبع الحسين المبتورة لعنة الله على بجدل هذا بجدل شاف خاتم في إصبع الإمام الحسين وقد تجمدت عليه الدماء لأن الإمام الحسين أخذ دم من وين لما أصيب في بالسهم في قلبه أخرج السهم من قفاه وضع يده تحت الجرح امتلأت دما عبيطا هذا دم من قلب الحسين جاء على يد الحسين ودم من تحت نحر الطفل الرضيع لأنه كذلك وضع يده تحت منحر الطفل وامتلأ الدم العبيطة ورمى بها نحر السماء هدم وحكى دم جليمانك من النصر وضربه على رأسه فامتلأ
امتلأ المر سجبا، كذلك امتلأت يد الحسين دماء متعمدة على تلك اليد مما سلمت جمود الخاتم على خنصر الحسين. جاء بشكل يما يسلم الخاتم ما قدر، فعمد الى قطعة سيف وقتل خنصر الحسين. فعل مجدل يا خرق ما صار مثل مناجرة، هيج احزاني علي ويفت قلبي من الذره، ما كفاه تقطع وصالي ولا حسن الوريد ولا ترضرض جثته بخيل العدا فوق الصعيد. عاين الخاتم يلوح بخمس الحسين الشهيد، جامد عليه الجميل واحنا يحز بخنجره. فأخذ الإصبع وكذلك وضعها في القبر إلى أن أهال عليه التراب. وتوجه وين؟ وتوجه إلى المشرعة. فرأى العباس بتلك الحالة قطيع اليسار واليمين ومخه منثور على الكتفين. يا الله مرضوم الجبين، صح وعباسا وسيدا على الدنيا بعدك العفا يا من فار. يا عم خلاف عينك يسرت نعداك، لوح المهار واشهر سيفك الفتاك. هذا الواك ما تنهض تشيل الواك، نايم يا ذخر زين ابو كلثوم. قال انا بن ياسر نعيمك؟ قال لا، نعيما يعينني، يعني الملائكه رسول الله جبرائيل كلهم اعانوك. بعد ذلك قال لهم احفروا في موضعين حفيرتين، وضع في الاولى بني هاشم الشهداء من اهل بيته، والثانيه وضع فيها الاصحاب، ثم ذهب الى الكوفه. يا الله من تتوضى هناك زينب وين؟ بالحبس، اسيره ماخوذه غصبا، وسيقت على عجف المطايا اسيره يطاف بها في مشهد بعد مشهد، يؤلمها قرع الصياط فتنثني، تحن فيشجي صوتها كل جلمدي. سرت تهاداها علوج أمية، فمن ملحد تهمى إلى شر ملحد. وزينب جاء زين العابدين سألته أين أنت وين رحت؟ فقال لها الآن جئت من دفن والدي. كانت تتمنى ان تحضر تشارك، لكن شبيدها اسيرة. خذ العذر لله ولية عداك، لو ان بيدي اخويا ببيت وياك، أرد مقطوع صبعك لعد يمناك، ولمك خويا لا يضل جسمك مطشر. هل تعودون يا كرام علينا؟ أم قضى ذو الجلال ألا تعود يا الله؟ دعا مريض، دعا مريض بالصون. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله، اللهم اقضي حوائجنا، سهل مطالبنا، يسر امورنا، اشف مرضانا لا سيما المنظورين. يا الله اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك. يا الله اللهم تفضل على مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين بالشفاء والصحه. يا الله اغفر لنا ذنوبنا، استر علينا عيوبنا، يا الله احسن عواقب امورنا خيرا،
وإلى أرواح موتى المؤمنين والمستمعين والمؤسسين لهذا المجلس الشريف رحم الله من أحدى ثواب الفاتحة قبل صلوات.